بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين والمشاهدين، تحية طيب بعد أخوكم جمال بوظفار يحييكم في مقطع جديد من مقاطع تعلم مع جمال. طبعا اليوم قلت للفني لا يشد البراغي هذه أو المحابس أو الصمولات هذه مال الهوزات، قلت له يرخي عليهن، فقط أنا راح أشدهن، راح أشدهن بالقياس المناسب. هذا تشاهدون خليته بس أركبهن فقط. طبعا حسب التعليمات من الأو جنرال، بيب الضغط هو الصغير الواحد على أربعة راح ينشد ما بين 16 إلى 18 نيوتن، وبيب السحب اللي هو الكبير أو الراجع الفايف إيت راح ينشد ما بين 63 إلى 75 نيوتن. أيضا راح أعرفكم على هذه المادة، هذه المادة غاز جيت تريد سيلنت، طبعا تستخدم لأجهزة التكييف أو مواسير التكييف، تقدر تحطها مباشرة زين بهالشكل، تقدر تحطها مباشرة. راح اول شيء اشد الصغير زين. طبعا اذا كنت مثلا مش مطمن من هالمادة، مع انهم قالوا ان السيف يعني امن انك تستخدمها في تكييف زين، تقدر تاخذ هذه العواد زين او منظفات وتحط عليها شوي من هالمادة بعدين ممكن تحطها في تمسحها على هذا الرأس. طبعا راح تمسحها هني اساس انك اذا كنت خايف انها تدخل مثلا مع الغاز، مع انه ما يأثر، هذا اللي هم كتبوه. هذا طبعا راح يساعد ايضا في تلاحظون يعني يبين انها مادة صراحة لاصقة خاصة المواسير. هذا طبعا راح يساعد بشكل افضل زين. هذه العدة عدة شد من 10 لغاية 60 نيوتن، راح نضبطها على 15 اول شيء، الصفر على 15. طبعا يجب الانتباه لاتجاه الشد، راح يكون بهالشكل، السهم راح يكون الاعلى ايضا. بيبل السحب او الراجع راح ينشد على 63 او 65 الى 70. راح نجرب، راح نوصله اول شيء ل 60. هذه طبعا ايضا عده اخرى من 42 الى 210 نيوتن. نضغط على 60 اول شيء، اذا كنت تبغي تتاكد ان عمليه ربط هذه المواسير تمت بشكل سليم، يجب عليك مثلا عمل فاكيوم بواسطه عده القياس لمده مثلا دقيقتين زين، ومن بعدها راح تترك هذه العده عده القياس بهالشكل، راح تتركها لمده 3 دقائق الى 5 دقائق. منها راح تتاكد اذا كان مثلا المؤشر رجع مثلا لل
الصفر، لان اصلا الحين وتحت الصفر، لذلك يجب عليك تتاكد انه ما راح يرد مثلا او ما راح يتغير. زين المؤشرات هذه. ايضا نصيحه اخرى راح اقدمها لكم اخواني المتابعين والمشاهدين والمشتركين، اذا بدلت مثلا الوحدات الجديده، هذه طبعا الوحده الثالثه تم تركيبها، الافضل شيء انك تبدل، او يجب ويلزم عليك مثلا استبدال مواسير التبريد وايضا اسلاك الكهرباء باسلاك جديده. زين تلاحظون هذه الاسلاك القديمه وهذه المواسير القديمه، هذا راح يضمن لك زين عدم مثلا وجود اي زيوت تالفه او زيت تالف داخل النظام. زين منها راح يكون عندك او تكون عندك الوحده جديده. شوفوا هذه ايضا مواسير قديمه، الوحدات قديمه بغاز 22، هذا راح يضمن لك طبعا عمل الجهاز الجديد او وحده التكييف الجديده بشكل سليم. ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قد وفقت في ايصال هذه المعلومه، ونلتقي ان شاء الله معكم في مقاطع اخرى متعلقه مع الجميع. شكرا جزيلا.